حلقات من برنامج ازاي. النهارده حلقه مهمه جدا وكمان مميزه، كلنا هنتعلم منها وكمان هنستفيد منها. معانا ومعاكم دكتور هبه مصلحي، استشاري طب وجراحه فم الاسنان بجامعه اسكندريه، وزميل الجمعيه الدوليه لزراعه الاسنان بامريكا، وعضو الجمعيه العربيه لغسيل الاسنان بمصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. كنا حابين احنا نتكلم اكتر وعايزين نفهم زراعه الاسنان. دايما ناس كتير بتخاف من زراعه الاسنان، فكنا حابين يعني نشرح للمشاهدين زراعه الاسنان بتتم ازاي وليه دايما الناس بتخاف منها قوي بالدرجه دي. بصي، انت جيتي على حاجه، كل اللي بيقولي يا دكتور اول ما تقولي لهم كده نعمل زرع، يا دكتور زرع يعني تعملي لي شنيور في العظم، يعني تحطي لي مسمار في فكي، لا يا دكتور بلاش الزرع. طيب نركب، لا هتبردي بقى اسناني السليمه ونركب، لا بلاش تركيب، نعم متحرك، لا ما نعملش. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل لك ايه؟ فانا عايزه بس اشرح زراعه الاسنان دلوقتي عامله ايه وليه هما بيخافوا منها قوي كده. زراعة الأسنان بقت أسهل ما يمكن دلوقتي، ممكن في 5-10 دقايق ماكسيمم أنت تطلع حاطط زرع بدون فتح وبدون ما تورم وبدون وجع، بدون أي الحاجات القديمة اللي كانت بتحصل نتيجة اللي أنا بفتح وبخيط. فهم لسه عندهم الاعتقاد ده، يعني أنا ممكن عن طريق أشعة مقطعية سي تي أقدر أعرف أنا عايزة زرعة طولها إيه، عايزة زرعة عرضها قد ايه، نوع العظم اللي عند المريض بتاعي ايه، من غير ما افتح واشوفه. تمام. الجهاز ده اللي هو السيرجيكال جايد، زي الصوره اللي واضحه قدامنا. الزرعه دلوقتي مش مؤلمه، ما بتوجعش، في 5 دقايق تطلع حاطط الزرعه. حتى دلوقتي يعني مين لما بتيجي نعمل تركيب على الزرع بقت بالكمبيوتر، الكمبيوتر بقى بيتدخل في معظم شغلنا، يعني الحرفه اليدويه بقى اللي كنا بنعمل معمل ويقعد يعمل بايده قلت كتير عن الاول. ده بقى بيخلي معظم الشغل يطلع لنا دقيق جدا. الجهاز ده مثلا، ده كان حد هيحط ده 3 زرعات هنا وزرعتين هنا. اوكي. في 3 خرام هنا وخرمين هنا. لا احنا نحط الزرع في 5 دقايق في كل مكان، في كل مكان من هنا، وبتنزل في وضعها المظبوط. تمام. بدون ما نحتاج نفتح. طبعا احنا مش هنقول ان احنا لغينا موضوع الفتح، لا لسه بنفتح في حالات معينه، حالات قليله جدا. عايزه ارفع السقف بتاع الجيوب الانفيه بتاعي، عايزه احط عظم بفتح، لكن بقيت يعني 80% من الحالات انا بحطها من غير فتح. هل يا دكتور زراعه الاسنان يعني هي ليها سن معين ولا ممكن نقدر نعملها في اي وقت او في اي سن؟ لا طبعا زراعه الاسنان نقدر نعملها في اي وقت، عندنا من 18 سنه فما فوق. اوكي. اشمعنى 18 من اول بدايه 18 سنه؟ عشان يكون الفك عندنا اكتمل النمو بتاعه، فاقدر ان انا احط الزرعه بتاعتي. دكتور ايه الفرق بين اني ازرع او اعمل كوبري؟ خليني نرمين اشرح لك الموضوع ده على حاجه زي كده. انا مثلا دايما ليه لما باجي عايزه ازرع او عايزه اركب ببقى فقدت ضرس فعايزه اعوضه. دلوقتي انا عندي المكان ده فاضي، يا ترى انا المكان ده هملاه تاني احط ضرس هنا تاني ازاي؟ عندي كذا اختيار، افضلهم طبعا هو الزرع. تمام. لان لو هركب انا عندي ده سليم وده سليم، هضطر ابرد ده وابرد ده وامسك فيه الضرس اللي انا خلعته. اما في الزرع انا هحط زرع مكان بالظبط اللي انا خلعته من غير ما يجي جنب الضرس ده او الضرس ده. حاجه تانيه في التركيب، انا بيبقى عباره عندي ضرس على الهواء ثالث قبله وبعده، لكن في الزرع، ودي مش طبعا يعني دي مش الطبيعه اللي ربنا خلقها لنا للضرس. ربنا خلق لنا الضرس عنده جدر وعنده فوق طربوش اللي هو الكراون. اوكي. الزرع بالظبط يعني بتقلد الضرس، عندها جدر وعندها طربوش، فبالتالي لما بحط زرع انا بحافظ على عظمي ده بوظيفته، ان انا مهما اكل انا فانكشن عماله اشغله، فمع الوقت العظم هنا ما بيتاكلش. فلو قارنا انا عندي سنين سليمه وعايزه اركب مكان بس اللي انا خلعاه، الزرع طبعا افضل كتير. دكتور كنا عايزين نتكلم في الحاجات التجميليه اكتر، فكنت عايزه اسال او مشاهدينا كانوا حابين يسالوا، هل الفينير بيدمر الاسنان نتيجه البرد ولا لا؟
لا خالص يعني خالص. تمام، حالات قليلة جدا جدا في الفينير اللي هي عدسات الأسنان اللي بنحتاج فيها برضه، زي مثلا حالة أسنانها متزحمة على بعض واحنا عايزين نعيد ترتيبها من الأول وجديد، دي بنحتاج فيها برضه، وحاجة صغيرة جدا تمام ما بتأثرش على الأسنان بعد كده. حالة مثلا زي اللي معروضة قدامنا دلوقتي، كانت طالعة لبره في فراغات بينها وبين كل سنة وسنة في فراغ بينها، فاحنا عايزين ندخلها لجوه شوية، فبرضه بنظبط بحاجة صغيرة عشان يطلع لنا الشكل اللي احنا باين قدامنا دلوقتي. لكن حالات كتير جدا بنعملها من غير ما نبرد. كنا عايزين نعرف منك اكتر واكتر، هل تبييض الاسنان بيدور الاسنان؟ لا خالص ما بيدورش الاسنان، احنا ممكن نعمله مرة كل سنة كمان لو حابين. بس بعد ما نعمل تبييض يا ريت بقى نحافظ على اللون، احنا نتجنب الحاجات اللي بتعمل لنا صبغة في اسناننا زي الشاي، القهوة، السجاير، انا ما قلتش نمنعها بس نقللها، او بعد ما نستخدمها ندخل على طول نغسل بالفرشة والمعجون عشان نبدأ محافظين على لون السنين. كنا حابين نوضح لمشاهدينا اكتر واكتر يا دكتور، ايه الفرق ما بين الحشوات التجميلية والحشوات العادية؟ كويس قوي السؤال ده يا نرمين، لان كتير ناس بتسألني عليه. هو دكتور ايه الفرق اللي انا اعمل الي ولي او اعمل حشوة عادي؟ هنتكلم الالي والقلي، ده هو حشو تمام، بس حشو بيتعمل بالكمبيوتر مش حشو كومبوزيت زي اللي احنا بنعمله في العياده. الفرق بينه طبعا ان اولا ده اطول عمرا، اقوى، لونه نفس لون السنه بالظبط، ما بتعرفيش تطلعيه من السنه تمام. غير ان الاهم سبب بينه وبين الحشو العادي اللي انا بقفل الفجوات اللي بين السنين بدقه رهيبه، مهما انا كنت بروفيشنال مش هقفلها جامد زي ما الكمبيوتر هو اللي يعمل الحشوه دي ويقفلها، فهي بتبقى ادق كتير عن العاديه. الحشوه التجميليه بتبقى عامله زي الصوره اللي واضحه قدامكم دلوقتي. دكتور كنا حابين نتكلم عن جير الاسنان، وايه الاسباب اللي بتؤدي لجير الاسنان؟ فعلا دايما بنلاقي اسفل سناننا بيكون في جير كده او بيبقى في اصفرار، فكنا عايزين نفهم ايه الاسباب اللي بتخلينا نوصل للمرحله دي. تمام، بس السؤال ده يا نرمين من اكتر الاسئله اللي بتسال فيها واللي بضيع صوتي فيها كتير جدا جدا، اللي هو جير الاسنان. يا دكتور انا عندي جير بس انا مش عايزه اشيله، انا لو شلته سامعه كتير اللي بيقول لي اسناني هتقع. المعلومه دي غلط جدا جدا جدا. احنا الجير ده عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن بكتيريا اترسبت على اسناننا، واحنا نتيجه اللي احنا ما استخدمناش فرشه ومعجون كويس بطريقه صح وبطريقه منتظمه ما شلناهاش، ففضلت لازقه على اسناننا مره على مره على مره بتكتر تمام، وده عباره عن بكتيريا. في اسباب تانية طبعا منها التدخين، لان التدخين النيكوتين اللي في التدخين والمواد الضاره الكتير اللي فيه دي برضو تعمل الصبغه اللي بتظهر على اسناننا تمام. انا سبتها ما شلتهاش مره على مره، هلاقي بتاكل في العظم اللي حوالين السنين، فانا بقى وصلت مرحله متاخره، جير كتير عندي، اجي اشيل الجير هلاقي طبعا ما فيش عظمه حوالين السنين، هلاقيها بتتحرك بالتالي بتقع. ده السبب بقى اللي طلعه ان انا اول ما اشيل الجير سناني بتقع. طب ما انت في الاول ما لحقتش وشلته بدري، يعني انت لو جيت بدري شلته ما كانش حصل لك ده، ما كنتش فقدت العظمه حوالين سنينك. غير المشكله بس هو مش بياكل عظمك بس حوالين السنين، لا ده كمان بيعمل لك ريحه مش كويسه، كمان بيبقى سبب خطير جدا ان بيحصل لي تسوس في الاسنان. ليه؟ لان انا مش بعرف، هو مغطي على اسنان، انا مش عارف اغسلها بالفرشه كويس، مش عارف ادخل بالخيط بتاعي انضف كويس، وانا مجرد اشيله الاقي السنان تحته مسوسه جدا. فالجير ده لازم يتشال. انت لو بتجيلي بانتظام، بتجيلي مثلا نقول 6 شهور تمام، انت لو منتظم قوي وبتغسل حلو جدا خليها كل سنه، بس انا مش منتظم يفضل، في ناس بقولها من 6 شهور، في ناس بقولها من 3 شهور. لو بتيجي تشيله اول باول انت مش هتوصل للمرحله ان انا الاقي ان عظمك حوالين السنين تاكل، واول ما اشيل الاقي السنين خلاص بتقع مني. دكتور يعني حضرتك بتنصحي المشاهدين ان هم يزوروا طبيب الاسنان كل 6 شهور؟ يفضل كل 6 شهور. حاجه تاني بقى يا نرمين، انا لما اسيب الجير ده زي ما اتفقنا ان الجير عباره عن بكتيريا بتاكل عظم حوالين السنين، بتعملي فراغات بين السنه والسنه. في ناس كتير بتبقى فاكره يا دكتور انا عندي سوسه، الاكل بيتحشر بين سناني مش بعرف اطلعه. كتير ما بيبقاش سوس، كتير بيبقى جيوب نتيجه الجير. انا بين السنتين عندي جير
اكل العظم في حته المنطقه دي بقى بيدخل الاكل يتحشر. تمام، الجيوب دي علاجها في الاول سهل جدا، كل ما بتجيلي بدري بيبقى العلاج سهل، كل ما بتجيلي متاخر بضطر بقى ادخل جراحي، اضطر ان احنا ساعات كتير بنحتاج نحط عظم. فيفضل بالذات ان احنا يبقى فيه بصفه كده منتظمه دكتور اسنان نروح له كل 6 شهور. هل يا دكتور علاج العصب مؤلم؟ لان في ناس كتير بتبقى خايفه جدا قوي من موضوع العصب والام العصب، فكنا عايزين نعرف اكتر واكتر في موضوع علاج العصب فعلا، هل فعلا هو مؤلم؟ بصي دلوقتي بنسبه 90% علاج العصب ما بقاش مؤلم خالص، تمام، وخصوصا ان دلوقتي بيتعمل في جلسه واحده، بينج شلناه في مره واحده خلاص ما بقاش مؤلم، والوجع اللي عندك بيروح وتطلع ومفيش اي الم. تمام، بس خليني اشرح حاجه. هو ايه مثلا ايه عصب السنه؟ عصب السنه شايفاه هو ده اللي بيغذي السنه. تمام، انا لما بسيب السوسه، حصل لي سوسه صغير، بسيبها بسيبها بسيبها، في النهايه بتوصل ان هي توصل لي تلوث للعصب ده. فالناس تقول لي دكتور هو انا ليه هشيل عصب؟ طب ما انا احشي بس. لا طبعا، طالما التلوث وصل للعصب بتاعي لازم اشيله، لان في بكتيريا انا مجرد حشيت له وسبته هو بيتعفن بعد كده يعمل لي خراج، يبقى لازم اشيل، لازم انظف المكان اللي دخل فيه البكتيريا ده. هو لازم يا دكتور بعد كل درس نشيل العصب بتاعه، لازم نعمله تركيبه ولا لا؟ يفضل لازم نعمل تركيبه. ليه؟ لان العصب ده هو اللي كان بيغذي الضرس، لما بشيله الضرس ده بيبقى ضعيف جدا، مع اي اكله هتبقى هارد شويه الضرس هتلاقيه اتكسر، فيفضل بعد اي علاج عصب نعمل عليه طربوش. هل يا دكتور يعني تقويم الاسنان بيكون ليه سن معين ولا بنقدر نعمله في اي وقت وفي اي سن؟ لا، تقويم الاسنان بيتعمل في اي عمر. كتير ناس بتيجي تسالني تقول لي دكتور انا عندي 30 سنه ورحت اسال قالوا لي ما ينفعلكيش تقويم. الكلام ده مش صح خالص على فكره. احنا عندنا التقويم بيبتدي ممكن من 13 سنه لحد 50 سنه. بس طبعا الفريق الطبي المتخصص في التقويم اللي معايا لما بيشوف الحاله هو اللي بيقرر مناسب ليها ان احنا نعمل تقويم ولا لا. حتى كمان السؤال اللي بيسال هو انا لازم اخلع في التقويم؟ طبعا هما برضو اللي بيقرروا. تمام، لان في حالات بنحتاج ان احنا نخلع فيها وفي حالات لا. امتى بنحتاج اننا نخلع؟ في حاله انا سنيني زحمه على بعض والفك بتاعي صغير، ولما اجي افرد سنين دي ما عنديش مكان اللي انا اوسع سنان فيها، فبضطر ان انا بشيل سنين عشان لما اجي اوسعها تبقى شكلها مظبوط. زي صور، دي صور لدكتور التقويم اللي معايا بيفور وافتر، زي الصور المعروضه قدامنا دلوقتي، دي حالات قبل وبعد، في حالات احتاجنا نخلع فيها، في حالات لا ما احتاجناش. هل حشو اسنان الاطفال اللبنيه بيكون حاجه ضروريه ولا لا؟ لا، هو بيبقى ضروري جدا. تمام، لان انا لو فكرت اللي انا اخلع مثلا طفل حصل له سوسه في السنه اللبنيه بتاعته، وكتير من الامهات تيجي تقول لي دكتور هي مش هي هتبدل؟ هي هتبدل بس مش دلوقتي خالص، مش في العمر ده، فانا ليه اخلعها واخليه ما يعرفش ياكل على الجنب ده، واضطر ان انا لو خلعتها وما حطيتش حاجه تحافظ على المكان ده، انا بحكم على الاسنان انها تتحرك وتميل والسنان اللي طالعه ما تلاقيش مكان تطلع فيه. فليه انا يبقى حافظ على السنه بتاعته اللي هي موجوده اللي انا احشيها لحد العمر بتاعها اللي هي هتتبدل فيه؟ عايزه اوريكي حاجاتي ان من الحاجات اللي انا ببقى مبسوطه بيها قوي، يعني خصوصا لما تجيلك بنت سنانها بايظه وشكلها بايظ تقول لك مثلا ده انا فرحي خلاص الشهر الجاي اتصرفي. وفعلا زي الحالات دي مثلا، بصي كانت سنانها عامله ازاي، ما فيش وقت اللي احنا نعمل تقويم للاسف، دي كانت عايزه تقويم بس شهر انا مش هلحق اعمل تقويم، فاضطريت ان انا اظبطها لها بالتركيبات تبقى زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. دي حاله. حالة تانية مثلا زي الحالة دي، واحد شاب صغير وقع على سنانه اتكسرت بالمنظر ده، ومكسوف ينزل، مكسوف يشتغل، مكسوف ان هو يمارس حياته الطبيعية عادي جدا. بعد التركيب، دي تركيبة زيركون، تمام، شايفة اللون، شايفة نفس الشكل، يعني دي بتبقى معمولة بكمبيوتر، تمام، مش بيدوي، عشان كده بنقدر ناخد نفس اللون، ناخد نفس الشكل. دي بقى حالة تانية برضو، البنوتة دي سنتين اللي قدام كانت وقع عليهم وكسروا، عملنا لهم علاج عصب،
وركبنا عليهم التركيبة، طبعا باين جدا ان نفس لون السنان. الزيركون بيبقى لانه بيتعمل بكمبيوتر ما بيدخلش فيه الحرفة اليدوية كتير، فبيطلع قريب جدا 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 من لون السنان بتاعتنا بدقة عالية جدا. حالة تانية اتكلم عليها، واحد زي ده مدمر سنانه بالسجاير بقى، بيد اورال هايجين ما بيغسلش حلو، فدي قبل طبعا ده اخد مننا شغل كتير جدا، عملنا علاجات عصب ودعيمة وحشوات عشان ناخد في النهاية النتيجة اللي احنا شايفينها دي. دي برضو بنوتة كان فرحها قرب وعندها سنة طالعة لقدام، ما عندناش وقت اللي احنا نعمل تقويم للأسف، فاضطريت دي بقى ميزة الفينير اللي احنا بنبرد شوية عشان نرتب الوضع بتاعها بالنسبة للسنان ونعمل فينير، ما بنبردهاش كلها عشان ما نفقدهاش او نبوظها، فبالفينير قدرنا نعمل التعديل اللي احنا شايفينه ده. حالة تانية برضو دي البنوتة كانت عاملة تركيبات كلها غلط، كلها مفتوحة بتدخل لها اكل خلع كتير، وده الشكل بعد ما ظبطنا سنانها. وان شاء الله في الحلقات الجاية هنتكلم عن كل حاجة بتوسع اكتر من كده، واتمنى منهم طلب صغير قد كده، ان يا ريت لما سنانا توجعنا مع السيئة، سنانا توجعنا مع السخن، سنانا توجعنا مع الحلويات اللي بناكلها، نجري فورا لدكتور السنان، ما نسيبش الدنيا توسع مننا ونيجي يا دكتور ليه هعمل كده، ليه هخلع، ليه هعمل علاج عصب، ما انت لو لحقتها من الاول مش هتوصل لكده. فبليز كل 6 شهور لازم نعمل تشيك اب على اسناننا عند دكتور السنان. بنشكرك طبعا يا دكتور على المعلومات القيمه اللي احنا استفدنا بيها. وكانت معاكم ضيفتنا النهارده من دكتور هبه مسلحي، استشاري الطب وجراحه الفم والاسنان جامعه اسكندريه. طبعا ما تنسوش تبعتوا لنا استفساراتكم واسئلتكم على صفحتنا من برنامج ازاي. كانت معاكم نرمين عز. بتدوري على مكان تخسي فيه؟ لفيت كتير عشان توصلي للوزن المثالي وموصلتيش؟ نفسك يكون طولك مناسب مع وزنك؟ جبنالك الحل لحد عندك مع عيادات الدكتور السيد كمال. سمنة، نحافة، تجميل، ليزر، أحدث وأقوى أجهزة تخسيس في مصر، إذابة الدهون الموضعية بالتبريد والليزر، شد الترهلات بالراديو فريكوانسي، أحدث تقنية علاجية بالبلازما والميزوثيرابي والليزر. العيادات مجهزة بأحدث المعدات اللي بيها تقدر تخس بدون مجهود وتأثير سلبي على الصحة. هتوصلي للوزن المثالي اللي بيحلم بيه كل راجل وست. البطاش أول البطاش. عيادات الدكتور سيد كمال. سمنة، نحافة، تجميل، ليزر مع دكتور سيد كمال. اسألي عن التفاصيل وشرفينا في عيادات الدكتور سيد كمال. مستنية ايه؟ الفرصة جاتلك لحد عندك، اتصلي الآن ووصلي للوزن المثالي اللي بتحلمي بيه. اتحدى نفسك مع عيادات دكتور سيد كمال، هتخس بسرعة الصاروخ في 21 يوم بس. ادخلي معانا في التحدي عشان تكسبي متابعة جلسات مجانا مع دكتور سيد كمال. اسألي عن التفاصيل وشرفينا في عيادات الدكتور سيد كمال. اللي هيفوز بتحدي 21 يوم ويخس 10 كيلو يبقى ليه هدية كورس جلسات تخسيس بالكرايو والليزر مجانا، وهدية الكورس الأخضر للتخسيس عبارة عن نقط وأمبولات، زيادة معدل الحرق، شد الترهلات، وكريم التفتيح الواقي من الشمس. الفريق الطبي يرحب بكم للمتابعة أونلاين للرد على جميع الاستفسارات. مع دكتور سيد كمال هتخس بدون حرمان.